طيب كلها كم يوم كده وهنعيد كل سنة وانتم طيبين. فعلا رمضان عدى بمنتهى السرعة، عارف يعني عدى علينا كده احنا ملحقناش. انا حاسس ان رمضان ده كان اول امبارح، مش هزار يعني، ومش قادر استوعب فعلا ان احنا النهاردة 25 رمضان. لكن على كل هو ده الحال، يعني زي ما بيتقال رمضان بيعدي بسرعة وهوب بنروح داخلين على العيد. السؤال دايما اللي هيطرح نفسه، ترى هل ترى هل وزارة التموين مستعدة للعيد؟ مش احنا امبارح كنا قاعدين بنتفرج انا وانتوا، قلت لكم بصوا يا جماعة اللقطة دي، المصريين نزلوا يشتروا ويهيصوا ويجيبوا حاجة العيدين، يعني حاجة عيد القيامة وحاجة عيد الفطر. المصريين نزلوا اما المصريين بينبسطوا بالشراء، بيعزوا الشراء قد عينيهم. احنا شعب يحب ايه؟ يصرف وينبسط وماله، ربنا يجعل كل حياتنا اعياد، قول ان شاء الله. هل التموين مستعد للعيد؟ هتيجي تقول لي يعني ايه مستعد للعيد؟ اقول لك بقى لا، ما هو دخلت العيد هنا بقى ايه؟ على طول المصري بيبدا يغير من عاداته، العادات بتاعت ايه؟ عادات الاكل والشرب. يقول لك خلاص رمضان خلص اديها، طب اديها ايه؟ ناس في مصر تحب اول ما يهل علينا العيد الناس تحب الكحك والبسكوت والغريبه، ده نمره واحد، نمره اتنين الفسيخ والرنجه والاسماك المملحه. يعزوا كده جدا. طب سؤال، هل وزارة التموين مستعدة في مجمعاتها الاستهلاكية انها تنزل لنا بسكوت، غريبة، كحك، سمكتين رنجة حلوين؟ نسأل الأول، نرحب ونقول كل سنة وحضرتك طيب أستاذ محمد أبو مندور رئيس القطاع التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية. كل سنة وحضرتك طيب يا فندم. وانت بصحة السلامة يوسف بيه. إيه الأحوال؟ كله تمام؟ الحمد لله، والله احنا في نعمه كبيره يوسف بيه، والله يا رب يخليك يا رب. الاول سعيد ان انا على شاشه القناه الاولى وفريق اعداد محترم والمبدع يوسف الحسيني يا فندم. احب اهني والله يا فندم، واحب اهني اخوات الاقباط بعيد القيامه المجيد. واحنا في شهر ده جميل قوي يا يوسف بيه والله قوي، الشهر من اول شهر رمضان، ليله القدر، اشم النسيم، عيد القيامه، عيد الفطر، بسم الله ما شاء الله، ربنا يحفظ مصر قائدا وشعبا والى يعني والامن والامان اللي احنا فيه. والله احنا في حاله دي الحمد لله تمام، شهر جميل واعيادنا كلها، ربنا يجعل ايامنا كلها اعياد احنا واخواتنا الاكبر يا رب، اللهم امين. اول سؤال بقى، عايزين ناكل كحك وناكل رنجه بس عاوزين اسعار حلوه، هل هنلاقي في شركه النيل ولا ايه؟ الحمد لله النهارده هناكل، بكره ان شاء الله لازم اخواتنا المتعين نحتفل بيهم الاول، ووفرنا رنجة على احسن مستوى نمره واحد. اولا في رنجة كتير واسعار كتير، بس انا عشان اجيب حاجه موثوق بيها وسمكه هارنج مفرقه بجيب على اعلى مستوى. الحاجه اللي انا بعرضها عندي في المجمع ب 90 هتلاقيها بره ب 135، ممكن اجيب ب 50 وممكن اجيب ب 40، بس حاله اللي قلت لا، مش هو ده يعني الجهات الرقميه عندي ما بتسمحش بعرض هذه المنتجات. يعني رنجة نمرة واحد اللي بره ب 135، هارنج مطرقة نمرة واحد، مستوى بتابع الشركة تقدر الصعاد الغذائية عن طريق الشركة المصرية لتسمير الأسماك، شركة متخصصة تتبع هيئة رقابية على أعلى مستوى، من أول السمكة ما تخش لغاية ما تتملح لغاية ما الرنجة لغاية ما تتم عرضها في المجمعات. هنلاقيها ب 90 في المجمع. عندنا ب 90 بره في السوق الخارجي مش أقل من 135. طب والله والسمكه محترمه ويعني بنشرفنا ان احنا نعرضها في مجمعات. طب وتبقى موجوده ولا هتخلص في البدري بدري؟ لا يا فندم، اصل الرنج موجوده عندنا طول السنه الحمد لله، موجوده بكميات وفيره مع اخواتنا. احنا بقى اخواتنا الاقباط هي بكره ياكلوه، احنا بعد الايد على طول اللي هي داخلين على الرنجه والبسين. طالما هم كانوا هنعتبر نفسنا كلنا وماله؟ هو احنا برضه عشان نساعده، احنا قلت طبعا احنا شعب واحد وكيان واحد لازم نساعدهم بقى في الحاجات دي. طبعا لازم يبقى في مؤازره معاهم في البسيخ والرنجه ان شاء الله. طب كحك وغريبه وبسكوت واللازي منه؟ والله يا يوسف احنا الحمد لله في نعمه من عند ربنا، عندنا مصنعين على اكبر مستوى تابعين للشركه القابضه وزاره التموين، شركه مطاحن شمال وشركه العامه لمخابز القاهره. الشركات دي يا ريس لما بتكون شركات وموظفين بيشتغلوا باليات وبنظم وبمواد يعني تقديرات، ما لهمش بقى لا يزودوا في السمنه ولا يقللوا ولا يحطوا بلد، حاجات بتبقى الموظف بنفس التعليمات قدامه تركيب على اعلى مستوى، لازم التقنيه ولازم يعني انافس السوق الخارجي. الحمد لله عندنا البسكويت بدأ ب 110، عندنا الكحك ب 120، عندنا علبه كحك مش تشكيله ب 120 جنيه، عندنا علبه 2 كيلو ب 250 جنيه، عندنا علبه 3 كيلو ب 305 جنيه.
عظيم جدا. يعني انا عندي كحك هنبص وعندي بسكويت. هنبص عندي كحك وبسكويت وقريبه قريبه 99. طبعا يا فندم التخفيضات بالظبط. لو انت حضرتك وقفت عند اعلى مستويات في السوق الخارجي هتلاقي علبه مثلا ال 2 كيلو 340، انا بعرضها بالظبط ب 250، فرق 25% على السوق الخارجي. مش الرقم جه بالظبط بس هو فعلا ده السعر الاساسي. يعني غريبه حلوه كده وناعمه من اللي بتدوب في يا البق دي. يا بقول لحضرتك دي مواصفات معينه تتحط في التركيبات، يعني ايه بس لما يقلل او يزود في التركيبه مش هياخد في جيبه. ده انا بنفذ تعليمات وبيتم عرضه داخل الشركه القابضه للصناعات الغذائيه، وفي رقابه بقى من الصارمه في خلال الموسم. المقطعين دول بسم الله ما شاء الله موجودين في الكحك، موجودين في المخبوزات، موجودين معانا في حلاوه المولد، الحمد لله بيكفوا احتياجات الشركه القابضه كلها سبع شركات من القاهره لاسوان. طيب والله الله ينور. عايزين نقول لك الف شكر ونقول لوزاره التموين شكرا. وكلها كام يوم كده وهتلاقينا نازلين داخلين على المجمعات ننزل نجيب، لا احنا من النهارده ننزل نجيب رنجه ونجيب كحك وبسكوت وغريبه نحطهم في البيت عشان اول يوم كده ايه نبقى جاهزين. كل سنه وحضرتك طيب يا محمد بيه، وباذن الله عيد سعيد علينا وعلى الجميع. كل الشكر للاستاذ محمد ابو مندور رئيس القطاع التجاري بشركه النيل للمجمعات الاستهلاكيه. عزيزي المواطن عايز تشتري حاجه العيد خش على المجمعات فورا، هات الحاجه سعرها طيب ومهاود وابن حلال، واللي عاوز يبيع غالي خليه يبقى ياكله هو.